بنتلي حالياً عم تعيش أفضل أيامها. ليش؟ لأنه السنة رح تحتفل بعيدة المئوي بعد تاريخ تأسيسها سنة 1919، والاحتفالات رح تعم كل الأسواق. أيضاً بنتلي رح تحتفل بسنة 2019 بمبيعات قياسية بسنة 2018 تخطت 10,000 وحدة، حتى تكون صانع السيارات الفاخرة الرقم واحد بالعالم. وأيضاً بنتلي رح تحتفل بسنة 2019 بإطلاق البنتلي كونتيننتال جي تي كونفرتبل، يلي نحنا بسببها موجودين بإسبانيا حتى نختبرها ونمزج فيها ما بين متعة القيادة وبذات الوقت التمتع بالهواء الطلق. مثل ما ملاحظين اختباري للبنتلي كونتيننتال جي تي كونفرتبل بلش على الطرقات الإسبانية. أول ما تدخلوا لمقصورة بنتلي رح تلاحظوا لوحة القيادة، للوهلة الأولى بتفكروها كلها خشب، ولكن من بعدها بلمسة وحدة أو بمجرد تشغيل السيارة هاللوحة بتعمل فليب على ثلاث زوايا. أول زاوية بتشوفوا فيها ثلاث ساعات بتعطيكم إذا بدكم البوصلة، الهواء الخارجي أو الحرارة الخارجية وغيرها من المعلومات، ولكن بلمسة وحدة اللي بيصير بتقلب لوحة القيادة أو هالسكرين بتقلب وبيصير في عنا شاشة رقمية ولا أجمل من هيك، من خلالها بتحصلوا على كل المعلومات وبتحطوا السيتنج اللي بدكم إياه، من نافيجيشن للميديا للفون للسيتنج تبع السيارة للتحكم بتكييف السيارة وغيرها 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 من التجهيزات. علامات من البنتلي كونتيننتال جي تي كونفرتبل، في عندي محرك W12 6 لتر، محرك اكيد بيستخدم نظام الاسطوانات حسب الحاجه، يعني اذا انتم ما كنتوا بحاجه ل 12 اسطواني بيتحول عمله ل 6 اسطوانات وهيك بيساهم باستهلاك الوقود. اهم من هيدا كله انه هالمحرك بيعطينا قوه حوالي 630 حصان، 900 نيوتن متر من عزم الدوران، وهالباكج بيسمح لهالسياره يلي عاده بتشوفوها من برا بتحسوا انه فيها تقل على مستوى الوزن، بيسمح لها انه تنطلق من 0 ل 100 كيلومتر بالساعه ب 3.8 ثواني. استهلاكها من الوقود حوالي 12.4 لتر بكل 100 كيلومتر، وانبعاثاتها من غاز ثاني اكسيد الكربون 284 جرام بكل كيلومتر. اجى دور التمتع بالهواء، التمتع بالطبيعه. اكيد سرعتي لازم تكون تحت ال 50 كيلومتر بالساعه حتى يشتغل النظام. وبلمسة وحدة شوفوا شو بيصير، شبابيك بتفتح، السقف ببلش ينكشف بشكل ولا أجمل من هيك، وبتحسوا حالكم وكأنه الشكل هوليوودي، وصرنا مباشرة على احتكاك مع الطبيعة. ثبات ولا أروع من هيك. كنتوا على الطرقات المستقيمة السريعة أو على المنعطفات مثل ما هلأ عم بيصير معي، منعطف والتاني دغري وراه، عن جد unbelievable اللي بدي قلكم إياه.